سيتم إعادة فتح المدارس مبدئياً للحلقة الأولى من تاريخ 30 أغسطس بحضور الطلبة إلى المدرسة لتلقي التعليم المباشر، ويتلقى طلبة باقي الصفوف التعليم عن بعد لمدة 4 أسابيع، كما يمكن لأولياء الأمور اختيار بقاء أطفالهم في المنازل لمواصلة التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول. يتعين على أولياء الأمور الالتزام بجميع شروط النموذج التعليمي الذي يختارونه. من ضمن إجراءات السلامة تم فحص جميع المعلمين والعاملين في المدرسة قبل عودتهم للدراسة. أما بالنسبة للمعلمين القادمين من الخارج وأيضاً الطلاب، سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوم. كما تطلب جميع المدارس من الطلاب فوق 12 سنة ضرورة عمل فحص كوفيد-19 عن طريق مسحة PCR. من ضمن إجراءات السلامة اللي اتخذتها المدارس تنظيف وتعقيم الأسطح بشكل شامل مرة واحدة يومياً، بالإضافة إلى توفير أماكن لغسيل اليدين وتعقيم اليدين في مواقع مختلفة بما في ذلك الحافلات المدرسية. كما ستحتوي جميع الفصول الدراسية على معقمات لليدين وسلة مهملات مغلقة لضمان المحافظة على النظافة. كما سيتم تنظيف وتطهير الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب ودورات المياه لكل ساعة. كما خضعت المدارس لزيارات تفتيشية من قبل دائرة التعليم والمعرفة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية قبل استقبال الطلبة. يعد لبس الكمامات إلزامي لجميع الأطفال من الصف الأول وما فوق. أما بالنسبة لأطفال الروضة فلا يتعين عليهم لبس الكمامات، ولكن الإجراء الاحترازي المتبع لهم هو تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة. بالنسبة لطلاب الصف الأول وما فوق فسيكون الحد الأعلى للصفوف 15 طالب بحد أقصى لكل صف، وذلك لمراعاة التباعد الجسدي والتقليل من الاختلاط لمجموعات أكبر. بالنسبة للطلبة ذوي الحالات الخاصة وأصحاب الهمم فيمكنهم ارتداء واقي الوجه إذا تعذر عليهم ارتداء الكمامات. كما سيتم عمل الفحص الحراري لجميع الطلبة فور دخولهم للمدرسة. ستعمل الحافلات بنسبة إشغال 50%، كما سيطلب من الأطفال الحفاظ على مسافة التباعد في الحافلة، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد خاصة طول العام الدراسي لكل طالب، وسيتم قياس درجة الحرارة قبل الصعود، ولن يسمح للأطفال الذين يعانون من درجة حرارة مرتفعة بالصعود للحافلة. من ضمن الإجراءات الاحترازية أيضاً سيتم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المدرسة حتى إشعار آخر، وقد يتم استبدالها بأنشطة افتراضية. من ضمن إجراءات السلامة لن يسمح للمدارس بالطهي داخل المبنى، لذلك يرجى تزويد طفلكم بوجبة غداء في علبة مغلقة. كما سيحصل الطلبة على فترات راحة منتظمة خلال اليوم مع مراعاة المحافظة على التباعد بمسافة 1.5 متر بينهم. إذا مرض أحد الأطفال فسيتم نقله على الفور إلى غرفة الحجر الصحي ومتابعته من قبل ممرضة المدرسة، وسيتم الاتصال بولي الأمر لأخذ الطفل من المدرسة.
أما بالنسبة للدخول إلى المدرسة فلن يسمح لولي الأمر بالدخول إلى المبنى المدرسي إلا في حالات استثنائية. لمثل هذه الحالات الاستثنائية سيطلب من ولي الأمر إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد. بالنسبة للقاءات الغير استثنائية فيمكن عمل لقاء مرئي بين الكادر التعليمي وولي الأمر. في الختام نوصيكم على اتباع الإجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد الجسدي ولبس الكمامات. تمنياتي لكم بعام دراسي موفق.